تصيب السي ان اس اللي هو السكيزوفرينيا. طبعا اول صفحه عندنا هو بيعرفك الديفينيشن بتاع المرض والاعراض بتاعته عباره عن ايه والمراحل بتاعته. بس دايما نفس الكلام لما باجي اسال، انا بسال في العلاج على طول بشكل مباشر. عشان كده لما بيجي يعرف الاسكيزوفرينيا بيقول لي diagnostic and statistical manual for mental disorder. DSM-5 دي منظمة اللي هي مختصة بالأمراض النفسية والاسكيزوفرينيا، قالت ان انا عشان اقول ان في اسكيزوفرينيا او المريض بيعاني من انفصام في الشخصية، ايه الشروط؟ بيقول لي لازم يكون في 5 symptoms for diagnosis. هما الخمسة اللي موجودين في الجدول دول اللي بستخدمهم لتشخيص الاسكيزوفرينيا. At least 2 of the following must be present for at least 1 month. هما 5 أعراض اللي بشخص بيهم الاسكيزوفرينيا. على الأقل لازم يتوفر 2 منهم لمدة على الأقل شهر. ولازم الاثنين اللي موجودين دول على الأقل يبقى فيهم هالوسينيشن أو ديلوجنز. At least one of the symptoms لازم تبقى ديلوجنز أو هام، هالوسينيشن، هلوسة، disorganized speech. Disorganized speech اللي هو الكلام بتاعي بيكون غير مرتب، بطلع من موضوع وخش على موضوع، حس إن الجملة مش ماسكة نفسها كده، بنطق كويس بس بطلع من موضوع أخش على موضوع. يعني هقول لك مثلا احنا عايزين نذاكر ونظبط الادويه وبتاع وماتش الاهلي هتلاقيه النهارده الساعه 6، يا فاهم؟ ده ديس اورجانيزد سبيتش. وبالتالي اي مريض عنده عرضين من الخمسه دول مستمرين لمده شهر، والعرضين دول كان فيهم هالوسينيشن او ديلوجنز او ديس اورجانيزد سبيتش، اذا هو مريض سكيزوفرينيا. بيعرف لك بقى يعني ايه delusions، يعني ايه hallucination، يعني ايه disorganized speech اللي هو الكلام اللي احنا عارفينه. 5 ورقات ونص، سلم امرك لله، سهل. delusions اللي هي الاوهام، كلمه اوهام مقصود بيها معتقدات خاطئه، ان انا عندي اعتقاد خاطئ او عندي فكره، الفكره دي انا مصدقها وعايش على اساسها، ومهما تطلع لي دلائل او evidence ان الكلام بتاعي غلط او المعتقد بتاعي غلط انا مش هصدق برضه. هي كل واحد عنده سكيزوفرينيا عنده معتقد ومفهوم خاطئ مصدقه وعايش على اساسه، زي ما مصدق ان انا بيني وبين هتلر عداوه وعايز يضربني بالطياره فماشي في الشارع حاطط طاسة على راسي وانا مصدق كده، ده اسمه اعتقاد خاطئ او اوهام. فبيقول لي فيكسد ثابته مستيكن بليفز، اعتقاد خاطئ، فكرة غلط. Involving misinterpretations of reality. Misinterpretations يعني سوء ترجمة، سوء تفسير للواقع. That are resistant to evidence refuting them. المعتقدات الخاطئة دي مهما تحط لي دلائل ما بصدقش، مهما تحاول تقنعني مش هصدق. مش هاجي اقول لك عرف لي يعني ايه delusions تبقى عارفها بس كقراية. هالوسينيشن اللي هي الهلوسة، والهلوسة دايما بتصيب الوظائف الحسية، وانت عندك الحواس كام؟ 5. يعني لما اشوف حاجة مش موجودة دي اسمها هلوسة، لما اسمع حاجة ما بتحصلش دي اسمها هلوسة، لما احس بحاجة ماشية على جسمي ومفيش حاجة اصلا ماشية دي اسمها هلوسة، فدي الهلوسينيشن. فبيقول لي في الغالب في كل مرضى الاسكيزوفرينيا الهلوسينيشن بتبقى اوديتوري سمعية، دي اشهر حاجه، بسمع حاجات مش موجوده، بيتهيألي ان الشخص ده بيشتمني، ان الشخص ده بينادي عليا، ان الشخص ده بيتامر عليا وعايز يقتلني، دي كلها حاجات ما بتحصلش. فبتقول لي زيس كان بي بيرسيكتوري، بيرسيكتوري يعني اضطهاد. Someone is going to get me، في حد مضطهدني او عايز يتخلص مني او عايز يقضي عليا. بارانويد، someone is watching، حد مراقبني ومتابعني باستمرار، مفيش اصلا الكلام ده. Or command someone told me to do that، واحد امرني ان انا اعمل كده، قريني قال لي اعمل كده، عادي موجود.
disorganized speech المخارج بتاعت الكلام سليمة، أنا بنطق كويس وبتكلم كويس وكلامي مفهوم بس كلامي غير مرتب، بطلع من جملة أخش على جملة، بطلع من موضوع أخش على موضوع، تسألني سؤال أجاوبك إجابة ملهاش علاقة بالسؤال خالص، ده disorganized speech. Frequent delirment of speech، loose association كلام ما فيهوش ترابط، refers to person going from one topic to another بيطلع من موضوع لموضوع. Tangential speech refers to answers to questions that unrelated to question. Tangential speech يعني انت لما بسألك سؤال بتجاوب عليه إجابة ملهاش علاقة بالموضوع خالص. Word salad. Word salad refers to speech that is incomprehensible. Word salad يعني بوقع كلمة في النص. وأنا بتكلم في كلمة في النص بتقع وتبوظ الجملة خالص. صباح الفل يا حبيبي. اتفضل. إيه؟ ده كده عايزة. كده. السيمتوم الرابع disorganized behavior التصرفات بتاعتي غير سليمة وغير منتظمة. السيمتوم الخامس نيجاتيف سيمتومز اللي لسه هنتكلم عليها اعراض سلبيه. الخمسه دول لو تواجد منهم على الاقل اثنين لمده شهر بس الاثنين دول يبقى فيهم هالوسينيشن او ديلوجنز او ديس اورجنايزد سبيتش يبقى المريض ده مريض سكيزوفرينيا. مريض الاسكيزوفرينيا كنا زي ما خدنا في الفارما بيعاني من نوعين من الاعراض بوزيتيف سيمتومز ونيجاتيف سيمتومز. طبعا احنا قلنا على اعراض بوزيتيف وقلنا على اعراض نيجاتيف وفي كمان اعراض كوجنيتيف. الاعراض الكوجنيتيف دي ما لهاش علاج، مفيش ادويه بتعالجها ولا ادويه تاثر عليها. ان انا بيبقى عندي مشاكل في الميموري، مشاكل في الانتباه، مشاكل في الكوجنيشن، يعني ممكن البراد وهو على النار رحت مسكته فلسعني وصرخت بعديها بساعتين وهو على النار هروح امسكه تاني ما باخدش بالي، مفيش انتباه ومفيش اي تركيز، دي مشاكل في الكوجنيشن ومفيش ادويه بتشتغل عليها خالص ولا ادويه بتعرف تقللها. في اعراض بوزيتيف ودي بقول عليها بوزيتيف لان هي حواس ووظائف في جسمك بس افورت زادت عن اللازم فاسمها بوزيتيف. وفي اعراض نيجاتيف، نيجاتيف ما المفروض ان هي وظائف وحواس في جسمك المفروض تبقى متواجده بس هي ايه؟ قلت، فعشان كده سميناها نيجاتيف. يعني مثلا من ضمن البوزيتيف سيمتومز الهلوسينيشنز ديلوجنز هوستيليتي عداء تبقى عنيف شويه تحس ان اي حد عنده سكيزوفرينيا عمال يشتم الناس في الشارع عايز يضرب ده وعايز يضرب ده حتى لو قاعد معاك في البيت او قريبك هتلاقيه بيشتمك كل شويه. جرانديوستي، جرانديوستي يعني احساس بالعظمه جاي من جراند، دي كلها وظائف موجوده في اي حد فينا بس في مريض الاسكيزوفرينيا ايه؟ ما افوره فسميناها بوزيتيف. ودايما الاعراض البوزيتيف اللي هي موجوده عند اي مريض اسكيزوفرينيا سببها زياده ايه؟ دوبامين على ريسبتور اسمه دي 2 موجود فين؟ في الليمبيك سيستم. اي مريض مجنون او عنده اسكيزوفرينيا فهو بيعاني من زياده في الدوبامين على الدي 2 في منطقة بتتحكم في التفكير والإيموشنز اسمها limbic system. النيجاتيف سيمتومز أو الأعراض السلبية هي وظائف موجودة عندك في جسمك بس الوظائف دي في حالة الاسكيزوفرينيا ضعفت قلت. اللي هو كنا قلناها قبل كده في الفارما إن المريض بيبقى عنده ميل للعزلة شوية بينفصل عن المجتمع ما بيتكلمش بيبقى عنده تبلد في المشاعر لا مبالاة خبر مفرح خبر محزن مفيش أي استجابة ولا في أي رد فعل. المفروض إن في رد فعل في وظيفة عند أي بني آدم الوظيفة دي ماتت عنده فعشان كده سميناها نيجاتيف. في ألوجيا اللي هو البلانتد أفكت الاتنين نفس المعنى تبلد. أنيدونيا مفيش استجابة لأي أخبار مفرحة. أوتيزم توحد بيميل للوحدة على طول تلاقيه قاعد لوحده. سوشيال وذدرول انفصال عن المجتمع. بور اتنشن ليك اوف موتيفيشن
فقدان للطموح اللي هي اسمها الافليشن. ليك اوف بيرسونال هايجين، بتلاقي الشخص مع الوقت المجنون ما بيهتمش بنفسه، ولا بيسرح شعره، ولا بيهتم بهدومه، ولا بيغسلها، ولا بيلبس نظيف. النظافة الشخصية بتاعته كلها بتكون مهملة تماما زي ما بتشوفهم في الشارع. طيب أي مريض سكيزوفرينيا لما بنيجي نشخص الحالة المريض بيمر بمراحل، كل ده قبل ما نخش على العلاج. طبعا النيجاتيف سيمتومز لسه هنعرف إن السبب الرئيسي ليها هو زيادة أعراض أو زيادة نشاط السيروتونين على ريسبتور اسمه إيه؟ سيروتونين 2A. ده السبب الرئيسي للنيجاتيف سيمتومز، زيادة السيروتونين على السيروتونين 2A ريسبتور. دايما نسبة حدوث الاسكيزوفرينيا بتبقى كومن اكتر في مرحلة الادلوسنس، مرحلة المراهقة. دايما مريض الاسكيزوفرينيا ما بيبقاش ثابت على نفس الليفل في الحالة، لا انت شوية تلاقيه الحالة ساءت اكيوت فيز، وشوية تلاقي الحالة اعراض هديت، وشوية تلاقي الاعراض اختفت وبيتعامل معاك كويس حتى بعد العلاج. على طول الحالة بتاعته بيبقى فيها ايه؟ فلكتيويشن، بيطلع وبينزل. اي مريض سكيزوفرينيا كده. فبيقول لي most patients fluctuate between acute episodes ان الحاله سيئه and remission. onset is usually between adolescence مراهقه early adulthood. المراحل بتاعت الاسكيزوفرينيا على حسب الاعراض. برودرومال فيز دي مرحله اوليه، انا لسه في البدايه. Gradual development of symptoms that may go unnoticed. ممكن ما اخدش بالي منها until major symptoms occur. It may include isolation. أول حاجة بتبان على المريض النفسي إنه بيبدأ ينعزل تدريجياً عن الناس. ما بقاش بيقعد معانا زي الأول، وحتى لو قاعد معانا ما بيتكلمش، ما بيخشش في الحوارات. Deterioration of hygiene. بيهمل في نفسه. Loss of interest. مش مهتم بأي شغل أو مدرسة زي الأول أو بأي أكتيفيتي كان بيعمله، بالإضافة إلى ديسفوريا عكنانة. دي أول مرحلة بعدي عليها لما بيحصل لي إصابة بالسكيزوفرينيا. مش هاجي أسألك يعني إيه ديلوجن ويعني إيه هلوسينيشن، بس هبقى عارفه مش أكتر. أكيوت فيز باينة من اسمها إن أنا بمر بمرحلة الأعراض فيها بتكون قوية جدا. Full blown episode of psychotic behavior. People may be unable to care for themselves during this phase. رفش ياخد باله من نفسه وممكن يضر نفسه ويضر اللي حواليه. بعد كده بيجي له وقت الأعراض بتقل شوية، مش بتختفي، بتقل. Acute symptoms begin to decrease. This phase may last for several months. Stable phase. مرحلة بمر بيها symptoms have markedly declined، اختفت تماما ومش موجودة. وممكن في المرحلة الستيبل يبدأ يظهر على المريض بعض الأعراض زي الانكزايتي والدبريشن، اضطرابات نفسية زي الانكزايتي والدبريشن. طيب ايه الأسباب بتاعت الاسكيزوفرينيا؟ الموضوع نيوروفيسيولوجيكال وسايكولوجيكال، يعني ضغوط نفسية سايكولوجيكال يتبعها تغيرات في الكهرباء بتاعت المخ في النيورو ترانسميترز. زي ما قلنا البرايمري نيورو ترانسميترز انفولفد هما مين؟ الدوبامين والسيروتونين. زيادة الدوبامين على الدي 2 بتعمل بوستيف سيمتومز، وزيادة السيروتونين على السيروتونين 2A بتعمل نيجاتيف سيمتومز. من العوامل اللي بتساعد على حدوث الاسكيزوفرينيا بور بيرث هيستوري، اللي مولود صحته تعبانه او وزنه قليل مثلا. فاميلي هيستوري، المرض ده وراثي، لو حد عندي في العيله عنده سكيزوفرينيا ببقى انا معرض للموضوع ده اكتر. انترا يوتراين تروما، ان في خبط اثناء الولاده مثلا، كانت الام بتحاول تعمل اجهاض. الضغط النفسي الاستريس، بالذات لو انت عايش في مصر وفي كليه صيدله ممكن لو سبت نفسك للضغط الموضوع يقلب معاك سكيزوفرينيا. اي حد مولود في الشتاء، انتوا ادرى بقى، اي حد مولود في الشتاء بيبقى فريسك عالي من حدوث الاسكيزوفرينيا.
هو لقوا ان النسبه اعلى اكتر، لان دايما الجو بتاع الشتاء بيبقى ليه تاثير سلبي على الحالات النفسيه. انا مولود في شهر 12 في الشتاء، عشان كده تلاقيني ايه عيد ميلادك ليله الامتحان الماده دي، والسنه اللي فاتت كان ليله امتحان المدرسه. معرفش ايه الزفت. طب يعني وعيد ميلادك ايه؟ هو يوم عادي كده عادي. مش هيجي لك سيزو في الشتاء بيبقوا اكثر عرضه لحدوث الاسكيزوفرينيا. ما جيتش قوي. مولودي في امتى يا حوت؟ شهر 8 17 الساعه 3 الصبح. يوم حد كمان؟ شهر 8 و3 الصبح؟ عشان كده الناس المفروض. طيب العلاج بقى بتاع الاسكيزوفرينيا، طبعا زي ما احنا عارفين احنا كان عندنا ادويه بنديها لعلاج الاسكيزوفرينيا. الادويه دي اسمها انتي سايكوتيك او اسمها نيوروليبتك، اللي هي اسم اسمها نيوروليبتك برضه. زي ما احنا عارفين، ما احنا عملنا برزنتيشن بقى وعلي عم تتكلم، الادويه بتاعت الاسكيزوفرينيا كانت كام نوع؟ الفيرست جنريشن اللي هم القدام التيبيكال، والسكند جنريشن اللي هم الايه؟ الجداد الاتيبيكال. طبعا الفيرست جنريشن او التيبيكال كان تاثيرهم قوي جدا 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 على الدوبامين، يعني بقفل الدوبامين بشكل قوي جدا. الاتيبيكال بيأثروا على الدوبامين بس برضه تاثيرهم اقوى على مين؟ على السيروتونين. مش بنفس قوه الدوبامين زي دول، ولكن تاثيرهم اقوى على السيروتونين، عشان كده كانوا بيقدروا يقللوا الاعراض الايه؟ النيجاتيف. افضل ادويه لعلاج النيجاتيف سيمتومز تختار واحد من الاتيبيكال. نيجاتيف سيمتومز، تبلد، لا مبالاه، توحد، انعزال عن المجتمع، عدم اهتمام بالنظافه الشخصيه، كل الكلام ده اعراض نيجاتيف بيشتغل عليها الاتيبيكال. التيبيكال دول كان عندنا على سبيل المثال سي دي زد كلوروبرومازين، ده اول واحد اكتشفناه واول واحد عرفناه. وكان عندنا كمان سايوريدازين، وكمان كان عندنا خدناهم في الانتي ايميتك في اول مذكره، هالوبريدول وفلوفينازين. كل دول اسمهم تيبيكال، ادويه قديمه تاثيرها قوي جدا على الدوبامين، ملهاش تاثير ايجابي على النيجاتيف سيمتومز خالص. انا بشتغل على البوزيتيف بس. طيب على حسب قوة الأدوية دي هتلاقيه مقسمهم زي ما هنقراهم دلوقتي لنوعين. نوع اسمه less potent ونوع اسمه more potent. ودي نقطة هتلعب عليك في الأسئلة فيها كتير، لأن يعني ده اللي بيفسر الأعراض الجانبية كلها. أنت بتقيس البوتنسي على حسب إيه؟ قال لي على حسب قوتهم إن هما يقفلوا الدوبامين. اللي مركز اكتر على الدوبامين بس اسمه ايه؟ مضبوط. وبالتالي اي اعراض جانبيه ناتجه عن قفل الدوبامين هتبقى هنا اقوى من هنا، لان دول مربوطه. السي دي زد والسايوريدازين بيقفلوا الدوبامين. ليس بوتنت يعني وانا بقفل الدوبامين بخبط في كام ريسبتور معاه بقفله. يعني هتلاقيني كمان بقفل الالفا، بقفل الماسكارينيك، بقفل الايه؟ الاستنى. تعمل اعراض جانبيه ناتجه عن نقص الدوبامين، بس مش هتبقى بنفس قوه مين؟ المربوط. يبقى انت التيبيكال قسمتهم على حسب قوتهم على الدوبامين ريسبتور لبور بوتنت وليس بوتنت. مور بوتنت يعني انا كل شغلي متركز على الدوبامين بس، ولما بقفل الدوبامين في المخ بقفله في كل حته، ما برحمش. عشان كده الاعراض الجانبيه الناتجه عن نقص الدوبامين بتبقى ايه؟ عاليه. ليس بوتنت بقفل الدوبامين بس مش بقوه، لاني بلطش في كام ريسبتور معاه. هقفل الالفا وهقفل الماسكارينيك وهقفل الاستان. يبقى هي الحته اللي هتلعب عليك فيها في الامتحان لما هتكلم على اعراض جانبيه ناتجه عن الفا بلوك وماسكارينيك بلوك هيستامين بلوك، يبقى هي هتحصل معدومه.
لما هتكلم على اعراض جانبيه ناتجه عن قفل الدوبامين هي هتحصل اكتر مع المور بوتنت، تبقى مع الليس بوتنت ايه؟ اقل شويه. الادويه الاتيبيكال كان مثلا من ضمن الامثله اللي عندنا اللي جاي لك في الامتحان اللي هو الكلوزابين، ما ينفعش ما يجيش في الامتحان الكلوزابين ده. ريسبريدون مثلا، اولانزابين، اريبيبرازول، زبراسيدون. على فكره هما في الكتاب الاتيبيكال دول 12 الدكتوره منى ربنا وكرمها الحمد لله، يعني الهرمونات كانت ظابطه ساعتها فقالت هنشرح اربعه بس من الاتيبيكال الحمد لله. شرحت اربعه بس، المهم في الكتاب ايه؟ 12. كلوزابين، ريسبريدون، اولانزابين، اريبيبرازول، زبراسيدون. الادويه دي قفلها للدوبامين مش بنفس قوة ايه؟ التيبيكال. وبالتالي الأعراض الجانبية اللي بيعملها التيبيكال بسبب قفل الدوبامين مش هنلاقيها موجودة مع مين؟ مع الأتيبيكال. بس هو الأتيبيكال كان عيبهم إن أعراضهم الجانبية ميتابوليك أكتر. يعني هم أقوياء جدا في الميتابوليك سايد إيفكت. ميتابوليك يعني إيه؟ برفع الدهون، برفع السكر، بتخن، هم اعلى في الاعراض الجانبيه دي، دهون وسكر ووزن. انما اعراض جانبيه ناتجه عن قفل الدوبامين بتحصل اكتر مع التيبيكال، بالذات مين في التيبيكال؟ مور بوتنت. هتسال في الحته دي. طيب اتمنى الامتحان يجي فيه شويه كومبليت كده يبقوا حلوين يعني باذن الله. طيب First generation antipsychotic older or typical ماشي. كلوروبرومازين أول واحد عرفناه، هما مين؟ كلوروبرومازين، فلوفينازين، ترايفلوبرازين، سايويدازين، كلهم زين. العيلة دي خدناها في أول مذكرة أنتي إيميتك، كان اسمهم فينوسايازين. أنت طالب سنة خمسة بقى فعارف كل حاجة. فينوسايازين، سايوريدازين ماشي، سايوسكسين، لوكزابين، مولندون، هالوبريدون. طبعا اهم اربعه فيهم اللي احنا كتبناهم دول كلوروبرومازين وسايوريدازين عشان دول ليس بوتد، هالوبريدول وفلوفينازين عشان دول هاي بوت. السكند جنريشن اتيبيكال دراجز، ادويه جديده، كلوزابين، ريسبريدون، وكانوا عدوا علينا في علاج الدليريوم في الكريتيكال كير، اولانزابين، كويتيابين، زبراسيدون، اريبيبرازول. البوتنسي بيقول لي ذا هاير بوتنسي از دي 2 انتاجونست ذا لوور بوتنسي فور اذر ريسبتورز. كل ما هبقى بوتنت اكتر على الدوبامين كل ما تاثيري على الريسبتورز الثانيه هيبقى قليل، ماسكارينيك وهيستامين والفا. طيب اول حاجه هنتكلم فيها البوتنسي، مين الهاي بوتنت؟ فلوفينازين، سايتوزكسين، هالوبريدون. مين الليس بوتنت؟ كلوروبرومازين، سايوريدازين. طيب بعد كده لما اقول ان في انتي سايكوتيك ليهم انتي كولينرجيك افكت من غير ما تعب دماغك يبقى مين؟ الليس بوتنت. ولما اقول انتي كولينرجيك افكت مش محتاجه مذاكره، هو معروف هيعملوا ايه؟ دراي ماوس، يوريد ريتنشن، كونستيبيشن، بلر ديفيجن، التباس في البول، الكلام ده اعراض اطروبين يعني. يبقى الانتي كولينرجيك يعني لما احب ارخم عليك في الامتحان مثلا هقول لك مريض الاسكيزوفرينيا عنده بروستاتا ما ياخدش ايه مثلا؟ كلوروبرومازين، سايوريدازين، الليس بوت، دراي ماوس، كونستيبيشن، بلر ديفيجن، يورينري هيستنسي. هعمل سيديشن، سيديشن لاني قفلت مين؟ الهستامين. نفس الدوايين برضه يعني هبقى مفيد لعلاج الاسكيزوفرينيا في المريض اللي عنده ارق، عنده صعوبه في النوم.
كلوروبرومازين سايوريدازين. السيديشن وورس انيشيالي بيبقى قوي قوي في الاول، مع الوقت بيحصل له توليرنس. هايبوتنشن لين الفا بلوك برضو الاثنين دول كلوروبرومازين وسايوريدازين ديو تو الفا بلوك. والهايبوتنشن زي ما احنا عارفين من الفارما بيبقى كومن اكتر في الالدر لانه ما عندوش ريفلكس ميكانيزم، يبقى حساس قوي للضغط الواطي. وكومن اكتر لو انا قلت لك ان انا مريض سكيزوفرينيا عندي دي هايدريشن او عندي فوليوم ديبليشن او عندي نزيف، يعني ضغطي اساسا واطي، فانا حساس قوي لحدوث الايه؟ الهايبوتنشن. طيب يبقى كده خدنا اربع نقط في الانتي سايكوتيك: البوتنسي، الالفا بلوك، ماسكارينيك بلوك، هيستامين بلوك بيعملها لو بوتنسي، سي بي زد، سايوريدازين. رقم المفروض ايه يا حمار؟ اف مش مشكله. اول انتي سايكوتكس دي سايد افكت ليهم كلهم. كارز ا بلاك بوكس وورنينج، تحذير خطير. اجينست يوز ان الدر اولدر ادلت ويز ديمنشيا. يعني الناس فوق ال 80 اللي عندهم ديمنشيا الادويه دي بتبقى خطر جدا، ان هي ممكن تزود اعراض الديمنشيا. خدناها في الامريكان جيرياتريك سوسايتي الاي جي اس، هي في الجيرياتريك في مذكره 5. طيب ميني انتي سايكوتيك، اغلب انواع الانتي سايكوتيك بيتكسروا بمين؟ بالسايتوكروم. واي دواء بيتكسر بالسايتوكروم هو معرض لايه؟ دراج دراج انتر اكشن، لو اتاخد مع انديوسر ولو اتاخد مع انهبيتور. طب هو التدخين انديوسر ولا انهبيتور؟ انديوسر. يعني دايما اغلب مرضى الاسكيزوفرينيا او كلهم هتلاقيهم بيدخنوا، حاجه طبيعيه. احيانا نفسيا يعني هو مقتنع ان التدخين ايه؟ هيريحه شويه او هيعالجه شويه. طالما المريض بيدخن وانا جاي اوصف له دواء انتي سيركوتيك يبقى اعمل حسابي ايه في الجرعه؟ ازوده. طب لو بطل تدخين اقلل، بس ما فيهاش حاجه. Many antipsychotics are metabolized by cytochrome B450 وده هيعمل لهم او هيخليهم معرضين للانتر اكشن. على سبيل المثال التدخين، التدخين انديوسر، اي مدخن بيحتاج جرعات اعلى من الادويه. Patient taking the cytochrome B182 substrate antipsychotic، يعني انا هدي للمريض انتي سايكوتيك بيتكسر بالسايتوكروم B182 والمريض ده عرفت ان هو بيبطل تدخين، يبقى لازم اعمل ايه في الجرعه اكتر؟ اقلل. واندر جوز سموكينج سيسيشن مي ريكواير ريديوسد انتي سايكوتيك دوز، يبقى انا احط في اعتباري وانا بختار الانتي سايكوتيك التدخين لان هو انديوسر. لو انت ما زلت مدخن يبقى بزود لك الجرعه، بطلت التدخين وانت بتتعالج يبقى هرجع اقلل الجرعه. العيب اللي بعد كده في الانتي سايكوتيك، ميني اوف تيبيكال ايجنت، ده عيب موجود في التيبيكال بالذات، بيعملوا تغيرات على جهاز رسم القلب ان بيحصل كيو تي برولونجيشن. الكيو تي برولونجيشن ده ممكن يؤدي لحدوث اريزميا كان اسمها تورسات دي بوينت او تورسات دي بوي. طبعا احنا عارفين جهاز رسم القلب، وانا لما بطول الكيو تي انترفال ده معناه ان الكوندكتيفيتي بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. البي والكيو والار والاس والتي بزود الانترفال. ده كان انقباض الاتريا وده انقباض الفنتركل، وهنا الفنتركل بيريح بيعمل دايستول صح؟ الكيو تي انترفال لما بتطول معناه ان الكوندكتيفيتي ضعفت، ما خدت وقت ايه؟ طويل، بقت بطيئه. ففي خلايا في الفنتركل لما تلاقي الكوندكتيفيتي ضعفت تقول ايه ده، هي الكوندكتيفيتي قليله ليه؟ فتبدا هي بنفسها تطلع ايه؟ اشاره، تطلع امبلس، تبدا هي بنفسها تزود الريت لما تلاقي الكوندكتيفيتي اللي جاي لها ضعيف.
ولما يتواجد بؤره في الفنتريكل بتطلع امبلس، ما ده هيعمل فنتريكولار ايه؟ ارسميا. نوع الارسميا اللي بيتميز على جهاز رسم القلب بكيو تي برولونجيشن ده اكتشفه عالم فرنسي سموه تورساد، تورساد دي بوي او تورساد دي بوينتي. ايه الادويه الانتي سايكوتيك اللي بتعمل كيو تي انترفال برولونجيشن وبالتالي هتسبب ارسميا؟ اسمها تورساد دي بوينتي، كلوروبرومازين، هالوبريدول، سايوريدازين، كلوزابين، زبراسيدون. باقي الأدوية ممكن يعملوا بس بنسبة ضعيفة، وهيعملوا كده لما تاخدهم مع دواء اوريدي بيعمل برولونج الكيو تي انترفال. Other agent may cause ACG changes to less extent or when combined with drugs that prolong الكيو تي انترفال. يبقى لحد دلوقتي الأنتي سايكوتكس كلهم اشتركوا في ثلاث حاجات، إن كلهم بيتكسروا بالسيتوكروم ومعرضين للدراج دراج انتر اكشن، وان كلهم بيزودوا اعراض الديمنشيا في الناس العواجيز، وان نسبه كبيره منهم بتعمل برولونج للكيو تي انترفال، يعني بتطول الكوندكتيفيتي وتبطئها، وده بيعرضنا لحدوث الريزميا اسمها تورساد دي بوينتي. دول اللي بيعملوا برولونج الكيو تي انترفال ماشي، الباقي بيعملوا بس بنسبه ايه؟ قليله، او هيعملوا لو انت خدت معاهم ادويه اوريدي بتعمل برولونج الكيو تي انترفال، الريسك هيبقى ايه؟ عالي. يعني ممكن لوحدهم برولونجنج الكيو تي انترفال ما يبقاش ملحوظ. طب خدت معاهم دواء تاني من اعراضه الجانبيه برولونج الكيو تي انترفال يبقى الريسك هيبقى عالي قوي، لان مش شرط الادويه اللي بتعمل برولونج الكيو تي انترفال انتي سايكوتيك بس، لا ده 30 40 دواء بيعملوا كده، في مضادات حيويه بتعمل كده. طيب اشهر حاجه في الانتي سايكوتيك ايه؟ احنا كان عندنا جهاز في المخ بيتحكم في الحركه اسمه اكسترا بيراميدال سيستم. لو نفتكر الميد برين والبيزال جانجليا والسيريبرال كورتكس وكده، وكان في الجهاز ده المسؤول الاساسي اللي بيتحكم فيه في الحركه هو الدوبامين والاستايل كولين، كان في بينهم بالانس. المشكلة في الأدوية الأنتي سايكوتيك إن أنا لما بخش أقفل الدوبامين أنا مش سيلكتف، أنا مش هقفل الدوبامين في الليمبيك سيستم بس، أنا هقفله في الهايبوثالاموس، وهقفله في البيزال جانجليا، وهقفله في السي تي زد، أي حتة في المخ هقفل فيها الدوبامين، ما هو الدوبامين ملوش وظيفة واحدة بس. فلما خدنا الأنتي سايكوتيك وقفلوا الدوبامين في الليمبيك سيستم بدأوا يعالجوا، وكمان قللوا الدوبامين في البيزال جانجليا اللي هي كان اسمها نيجروستراتا الباسوية. ولما قل الدوبامين في البيزال جانجليا زاد قصاده نشاط الايه؟ الاستايل كولين، لان المفروض ان في بينهم بالانس هو اللي بيحافظ على الحركه بتاعته. الامبالانس ده ادى الى ظهور اضطرابات في الحركه، حركات لا اراديه سميناها اكسترا بيراميدال سيمتومز. هو بالعقل كده طالما الاكسترا بيراميدال سيمتومز ناتجه عن قفل الدوبامين، يبقى اللي بيعملها ده ولا ده؟ تيبيكال بالذات مين؟ المور بوتنت اكيد. عشان كده دايما لما اشتكي لك من دواء انتي سايكوتيك عمل اكسترا بيراميدال سيمتومز ومضايقني وعايز اغيره، اقلب على طول على مين؟ على الاتيبيكال. طبعا الاكسترا بيراميدال سيمتومز دول كانوا اربعه زي ما خدناهم قبل كده في الفورمه بالظبط. ممكن يظهر عليا اعراض باركنسونيزم زي التريمورز وزي الريجيديتي زي البرادي كاينيزم بطء في الحركه، وممكن يظهر عليا اعراض ديستونيا. ديستونيا اضطراب في الطول بتاع العضلات في التوتر العضلي نفسه، وده دايما بيظهر على هيئه ايه؟ ساعات المريض تلاقي عنده نيك ستيفنس، يعني يجيب لك صورته رقبته عامله كده، رقبته فيها ستيفنس فيها تخشب راح الناحيه الثانيه، او ساعات المريض تلاقي النن بتاع العين او الاي بول فيه ديفيشن، رافع لفوق نازل لتحت رايح يمين رايح شمال، ده اسمه ديستوني. كمان كان ممكن يحصل حاجه اسمها اكاسيزيا،
والاكاسيزيا كنا بنسميها توتر حركي، موتور ريستلنس، مش عارف افضل ثابت في مكاني، مش عارف اتحرك، مش عارف افضل قاعد او افضل نايم، لازم اقوم اتحرك وانظر رجلي كده. دايما لما بقعد او اجي انام احس بحاله تنميل او خذلان او ديسكونفورت في الاطراف، دي اسمها اكاسيزيا. وكان في حاجه ممكن تظهر بعد شهور طويله من العلاج اسمها تاردف ديسكاينيجا. تاردف يعني متاخره في الظهور لانها اخر حاجه بتظهر، وديسكاينيجا حركات لا اراديه. دايما الحركات اللا اراديه اللي اخر حاجه بتظهر دي بتظهر في عضلات الوجه، يعني تلاقيه لوحده كده عمال يمصمص شفايفه على طول، حركه لا اراديه. تلاقيه لوحده عمال يخبز، حركة لا إرادية. تلاقيه لوحده بيعمل الفلاي كاتشنج، يطلع لسانه ويدخلها، حركات لا إرادية كنا بنسميها في الفارما فلاي كاتشنج، زي الحشرة، زي الحيوانات اللي بتطلع لسانها تاخد الحشرة. دي كلها أعراض للتاردف ديسكاينيجا. طبعا كل عرض من دول لازم أبقى عارف إيه الدواء اللي بيعالجه. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي تقدر تخفف الاعراض الباركنسونيزم ان انا ادي ايه؟ عندي كل انرجي. ما انت ما تقوليش ادي دواء يزود الدوبامين، ما انا هزود اعراض الاسكيزوفرينيا. انا عايز احاول احافظ على البالانس ده، يبقى ادي دواء يعمل ايه في الاسيتايلكولين؟ يقلل، زي البنزاتروبين والتراي اكسيفينادايل خدناهم قبل كده. الدستونيا برضه هقدر اعالجه بالانتيكولينرجي، هيقلب. الاكاسيزيا ما بيتعالجش بالانتي كولينرجي، بيتعالج بالبيتا بلوكرز او بالبنزو دايازيبينز. طبعا مش عارف السبب بالتفصيل، بس هو اللي عمل لي الاكاسيزيا ان في احد اجزاء الاكسترا بايراميدال سيمتومز في نشاط ما بين الدي 2 والبي 2، المفروض ان في بينهم بالانس. لما احنا قفلنا الدي 2 مين اللي افور؟ البي 2 هو اللي عمل لي الاكاسيزيا او التوتر الحركي او الافار. عشان كده انا لما بدي بيتا بلوكر بالعقل لازم يبقى ليبت سوليبل ولا ووتر سوليبل؟ ليبت سوليبل، وانا شغال في المخ. سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ سيلكتيف ايه في البيتا واحد؟ سيلكتيف بيتا 2. مفيش سيلكتيف بيتا 2. هو البيتا بلوكرز كانوا سيلكتيف بيتا واحد بس، نون سيلكتيف بيتا واحد وبيتا 2. عشان ما لخبطكش في الاسئله، يبقى انا هعالج الاكاسيزيا ببيتا بلوكر يبقى لايبوفيليك. يعني مفيش سيلكتيف بيتا 2 بيعدي البلود برين بارير، بس في سيلكتيف بيتا 2 على البرون هو اللي اسمه ده بيتا 2 اجونست. انا هنا بيتا بلوكر، ده السلبي وتامول بتاع الازمه. ماشي، ده بيتا 2 اجونست. معلش انا لازم اختار بيتا بلوكر، بيتا بلوكر نون سيلكتيف. لو سيلكتيف يبقى غلط، انتوا عارفين النون سيلكتيف مكان وقايه لمنع حدوث نزيف دوالي المريء. برافو عليكم. التاردف ديسكاينيجا هي سببها ايه؟ يعني الحركات اللا اراديه اللي عمال اغمس بعيني ومصمص في شفايفي واطلع لساني سببها ايه؟ انت بقالك فتره عمال تاخد انتي سايكوتيك، فالانتي سايكوتيك بيعملوا ايه في الدوبامين ريسبتور؟ بيقفلوا في كل حته في مخك. طب هو انت اي ريسبتورز في جسمك بتاخد ادويه تقفلها، الريسبتورز دي تصنيعها بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، بيحصل لها اب ريجيوليشن. مش لازم الجسم يرد عليك، انت حفزت ريسبتور بزياده بيروح مقللهولك. امال التوليرانس بيجي منين؟ قفلت ريسبتور بزياده بيروح مصنع لك كتير. لما انا عمال اقفل في الدوبامين ريسبتور والجسم عمال يصنع دوبامين ريسبتورز جديده، في حتت في المخ نشاط الدوبامين فيها افور، حتت اللي هي بتتحكم في الحركه، ونشاط الدوبامين اللي افور في الحتت دي هو اللي عمل لي الايه؟ الحركه اللا اراديه بتاعت اللسان او الشفايف او العين او الكلام ده. عشان كده دايما بنقول ان التاردف ديسكاينيجا سببها
سوبر سنسيتيفيتي للدوبامين ريسبتورز. من كتر ما قفلت الدوبامين ريسبتورز لفترات طويله العدد بتاعها زاد، الحساسيه بتاعت الدوبامين في اماكن بتتحكم في الحركه زاد. يبقى الباركنسونيزم، براديكاينيجي، ريجيديتي، تريمور، العلاج مهم، بيستجيب للعلاج بالانتي كولينرجي، دايفنهايدرامين ماشي، بنزاتروبين ماشي، ترايهكسيفينادايل ماشي، اي واحد فيهم. ديستونيا، ستيف نيك، رقبتي متخشبه ومتعلقه، دي اسمها التورتيكوليس، تورتيكوليس. لارينوسباست، اوكيولوريجيك كرايسيس، اللي هي سستيند ابورد ديفيجن اوف ايز، تحس ان عينك الكره طالعه لفوق كده عامل زي المحول كده. بيتعالج برضو بالانتي كولينرجيك. مهم علاج كل عرض بايه؟ اكاسيزيا، مش عارف اقعد في مكاني، مش عارف اثبت. ريستلنس اند انابيليتي تو ستي ستيل اور كال، مش عارف اقعد. بورلي ريسبوند تو انتي كولينرجيك بات مي بي مور ريسبونسيف تو، مهم لازم تجيب كومبليت، ما ينفعش تبقى كيسز بس، لازم كومبليت. استحاله ماشي، ما الدكتوره قالت استحاله بس ما اسمعوها انا غلطان. ممكن يعني اصلي ممكن المهم نجيب كومبليت، وايه المشكله يعني؟ قالت بإذن الله؟ لازم كيسز ام سي كيو، ماشي ما هو كيسز وام سي كيو كومبليت، ايه المشكلة؟ الام سي كيو مثلا ممكن الأسئلة العادية عادي، ما هو مش لازم الام سي كيو كله كيسز، وإسلام مش هيجيب كله كيسز، إسلام أغلبه هيبقى ام سي كيو عادي مش ام سي كيو كيسز، وإسلام هيجيب كومبليت. طب إيه رأيكم بقى الامتحان يبقى فيه كومبليت؟ أنا لازم فيه كومبليت وهتشوفوا. قفلت بقى في دماغي إن الاثنين هيجيبوا كومبليت وهيبقى أسهل حاجة تحلها في الامتحان يا رب، بس ما بحبوش والله. ماشي رهان، انت اختراع فاشل والله كومبليت. رهان معرفش من اللي فيكم انت عايز ايه، كان ممكن الكومبليت باي حاجه. انا ممنوع من الاكل والشرب خلاص، ما باكلش حاجه، مسلوق مشوي بس. طب حلو مسلوق مشوي يا عم، انا مش عارف اكل ولا ايه يا عم، ده ايه اللي اتعشى جبنه بيضه، مالك جبنه بيضه والله العظيم جميل، ما بشبعش بعد ما كنت بتعشى. طب حلو، عشان اكل اتغدى ارنب مسلوق. ارنب ارنب ايوه، ما هي اللحمه مره واحده في الاسبوع وعايش. الف سلام عليك. عشان الكوليسترول 250. لا هو سادد الاورطه بتاعت الكلى، انما جنبي في ورم دهني في الكلى دي. لا اتصور جنبي يا عم سلام. حسيت ايه؟ حسب هو ده عمال يقول يا ابني اي حاجه، اي حاجه تجي لك ده كله ابتلاء من ربنا، ربنا بيحبك بيصبر الحمد لله، والحمد لله يشيل مع ايه السجاير مالها بقى؟ بطل؟ ما مالكش دعوه. انا بطلني خايف عليك. ما انا مبطل اكل، يعني هي السجاير اللي عامله مشكله يعني؟ اه والله. لا ايوه السجاير، لا مش معايا ايه ابدا. انت عارف ان السجاير بتعمل ايه؟ لا مكتوب عليها تو ده سبب. لا 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 انا عندي اراده اهو على فكره، لما بتعب ببطل سجاير شهر وشهر. بطلها واشرب حشيش ده. والله الحشيش مش ادمان، ما انت مش هتدمن يا ابني، ما الحشيش دخان ماشي عادي يعني. ايه ده الحشيش ده اسمر، وبعدين هو في مصر هو الحشيش ده حشيش هلوسينيشن؟ لا هو ده مش حشيش، عليه حنه، عليه حنه وعليه سم فران وعليه امثال. شايف اللي عارف ده بيشرب اللي عارف ده. هو مش انت، لا انت خبره عشان انت دكتور. مفيش حد بيشرب حشيش الا هتلاقيه عبقري. عبقري؟ لا مش خالد ده. لا خالد عبقري. بس ده كان نجم ازاي؟ يرزع الجمله من هنا خلاص. البايب بتاعك. طفي البايب يا باشا وانت. المهم سلموا على الله كله مكتوب.
المهم كله سيب ما تحرمش نفسك من حاجه. ايه؟ كله ما تحرمش نفسك من حاجه. ما باكلش والله ما ينفعش. ما باكلش سكر، ما باكلش سكر خالص. كل حاجه من غير سكر. ازاي؟ هنعمل ايه؟ بيبسي دايت. ما لا هو ما بيشربش بيبسي دايت. يا ابني البيبسي دايت دي اشتغاله وهي زي البيبسي العاديه. مفيش حاجه اسمها بيبسي دايت. مش عارف انا في ايه. روح عليا. حطوا شجرية. يا ابني انا مش هيفي سموكر يا حبيبي. ما تبطل خالص. واللي بشربها بص عامله ازاي؟ صغيره قد ايه؟ بايه؟ نسواني. ايه ده السجاير حريمي والله. بقول لك نسواني ورا الدريت اهي. ايه ده؟ مش هتقدر تشربها ليه طب يعني؟ انت مالك بقى؟ مزاجي يا اخي كيفي. ما تروح فين؟ بنشرب ونسلك سنين. ده عامله كام؟ ايه؟ عامله كام؟ هي اهم حاجه عامله كام؟ تركزوا على ام الفلوس. هو عايز يشرب بيفكر والله. لا انا بشرب الرفيعه اللي زيها اسمها كاريلا اللي هي الكبيره شويه دي بس نقصت. كاريلا دي بتلاقي مع الممثلات كلهم. انا بشرب الكاريلا البيت. في بص 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 في حاجه حلوه والله. ايه؟ فيها احمر وازرق لا هات هات لما الكاريلا نقصت دلوقتي فجبت دي احتياطي. هات السيجار الكوبي ده دكتور هيخليه معاك بيطفي ويتولع تاني عادي وانت مش هيفي بقى كل شويه خد لك نفس. بقول لك انت جربته قبل كده في كوبا والله بره جربته لا ما جربتوش بس طيب لو خدت منه نفس هتقع ب 45 جنيه والله كل اللي بيشرب السيجار بيعفر ما بيشربش اه انت يعني كده ما ياخدش على صدره خد على صدره هيطب فيه تقيل تقيل صعب يعني كويس. لا مش حاجه المعلومات دي كلام عادي كلام عادي. ماشي رايبوفيليك بيتا بلوكر زي البروبرانولول نادولول وكمان ممكن تستجيب للبنزودايازيبينز مهم علاج الاكاسيزي تاردف ديسكاينيج ده اهم عرض في الاربعه تاردف ديسكاينيج حركات لا اراديه بتظهر في عضلات الفيس بعد فتره طويله جدا من العلاج التاردف ديسكاينيجا قلنا سببها ايه؟ سوبر سنسيتيفيتي للدوبامين. ريسك ار ريليتد تو توتال كوميوليتيف دوز اكتر من 3 شهور 6 شهور بقى لي اكتر من 6 شهور عمال ايه؟ اخد انتي سايكوتيك. افتر ات ليست 6 مانثس انتهت بليانه ما انت كاتبها فوق. هاير ريسك وز فيرست جنريشن وعرفنا ليه؟ عباره عن انفولنت ريبيتيتيف بادي موفمنت involves الجوب الفك وعضلات الوجه can be difficult to treat بيبقى علاجها صعب and in few patients it may not completely resolve when drugs discontinue مرضى كتير حتى لما وقف الدواء العرض بيفضل ايه شغال وموجود anticholinergic shouldn't be given to treat tardive dyskinesia برضو الانتيكولينرجيك ما بيعملوش حاجة معاها بالعكس ده في حالات لقوا ان هما بيزودوا بيزودها اكتر الانتي كولينرجيك مع اول اتنين بس خلي بالك في دواء جديد بقى الـ FDA طلعته في 2017 ولسه متضاف عندك في الكتاب السنة دي يبقى جاي في الامتحان خلي بالك فالبنازين فالبنازين ده الدواء الوحيد اللي هيعالج اعراض التاردف ديسكاينيجيا هو انا في التاردف ديسكاينيجا عايز اعمل ايه في خروج الدوبامين من الخلايا العصبيه اقلله ولا ازوده اقلله فالدواء ده بيمنع دخول الدوبامين في الفيسيكل في الحويصله بتاعته مش الدوبامين والنور ايبينفرين ليهم فيسيكل طالما منعت دخولهم للفيسيكل يبقى هيتكسروا بالمرض فالريليز بتاع الدوبامين يقل ولما الريليز بتاع الدوبامين يقل الريسبتورز تلقائيا عددها ايه؟ هيقل خلاص ما هو الريليز قل فالعدد بتاع الريسبتورز هيقل فاعراض التاردف ديسكاينيجا هتقل اللي هي كان سببها زياده نشاط الدوبامين ريسبتور. اقراها كده معايا. فالبينازين ابروفد باي اف دي اي فور تاردف ديسكاينيجا دوزد وانس ديلي اعراضه الجانبيه كيو تي برولونجيشن وديبريشن مهم الدواء ده الميكانيزم ريفرسبل اند بشكل سيلكتيف همنع الفيزيكولار مونو الاين ترانسبورتر
هوقف الترانسبورتر اللي بينقل الدوبامين للفيسيكل، همنع دخول الدوبامين للفيسيكل، ريجوليت باكجينج اوف دوبامين انتو الفيسيكل، فيقل الدوبامين ريليس من الخلايا العصبيه، فالعدد بتاع الريسبتورز اللي كان زايد يقل، لان احنا قلنا ان سبب التارجت ديسكاينيجيا هو الاوفر سنسيتيفيتي للدوبامين نتيجه ان الريسبتورز حصل لها اب ريجوليشن. انا اشتغلت جوه الخلايا العصبيه وخليت الدوبامين ما يخشش الفيسيكل وبالتالي يتكسر، فالكميه اللي هتخرج من الخلايا العصبيه هتقل، وبالتالي العدد بتاع الريسبتورز والنشاط بتاع الريسبتورز هيقل. مهم. طيب بعد كده اندوكراين افكتس. هو احنا في المخ قايلين ان العلاقه ما بين الدوبامين والبرولاكتين علاقه ايه؟ طرديه ولا عكسيه؟ الدوبامين والبرولاكتين طردية ولا عكسية؟ عكسية. عكسية. حتى عندنا في الصيدليات والمستشفيات الأم لما بتولد وبحب أزود لها اللبن بقفل الدوبامين، لما بتيجي تفطم وبحب أوقف اللبن بزود الدوبامين، العلاقة عكسية عمرها ما بتتغير. يبقى أنا لما هدي أنتي سايكوتيك بيقفل الدوبامين متوقع ان مين يزيد؟ البرولاكتين. زياده البرولاكتين هو ما بيزيدش اساسا الا في حاله الرضاعه، فزيادته في الميل والفيميل هيعمل لك لخبطه في الهرمونات ولا لا؟ هيعمل لخبطه في الهرمونات ويعمل مشاكل. طب مين اللي هيبقى بالعقل برضه؟ مين اكتر هيعمل لي المشاكل دي؟ تيبيكال ولا لا تيبيكال؟ التيبيكال، لانه عرض جانبي ناتج عن قفل الايه؟ الدوبامين. يبقى ايه؟ يبقى جالاكتوريا البرولاكتين هيزيد، جالاكتوريا الميلك برودكشن هيزيد. من ستيرول تشينجز كان اوكير بيكوز اوف هايبر برولاكتينيميا، العلاقه عكسيه. سبيشيالي فيرست جينيريشن، لان هم اقوى على قفل الدوبامين. اول بيشنت بريسكرايبز اتيبيكال، احنا قلنا الاتيبيكال مشكلتهم اكتر في الميتابوليك. Should be monitored the weight, blood pressure, glucose, lipids. In weight gain, هو اللي هيفتح الشهية ويخليني أكل كتير، اللي هيفتح الشهية ويخليني أكل كتير هو قفل السيروتونين، قفل السيروتونين وقفل الهستامين. عشان كده اللي هيعمل الويت جين أكتر عندي وجع خالد في هتفسروا يا دكتور. هو ربنا يشفيك يا دكتور. هو اتصرف. فاكر كنت بقول له؟ اه. وبتجيبها فين يعني؟ ما انت اللي اتاخرت على السونار، انا قلت لك تعمل سونار. اي حد فاضي بي. نيجاتيف سيمتوم. الويت جين. الويت جين. الويت جين. الويت جين كان سببه قفل السيروتونين وقفل الهستامين. يبقى اللي بيعمل ويت جين اكيد اكتر هما الاتيبيكال، او لو حاجه من التيبيكال بتقفل الهستامين. يبقى هيحصل مع اللو بوتنسي ايجنت بيكوز اوف اكشنز ات هيستامين اند سيروتونين ريسبتور. سيكشوال ديسفانكشن، اكيد السيكشوال ديسفانكشن ليها علاقه بمين؟ بالبرولاكتين، يعني برضو نسبه حدوثها اعلى مع التيبيكال. إريكتايل بروبلمز، ضعف انتصاب، لوس اوف ليبيدو، سيكشوال ديزاير، انورجازميا، ضعف في الاشباع الجنسي، فشل في الوصول لدرجه الاشباع. طيب العرض اللي بعد كده انتي سايكوتكس، عرض خاص بيهم كلهم، بيهم كلهم لانه ملوش علاقه بقفل الدوبامين. Antipsychotics associated with high risk of deep venous thrombosis or pulmonary embolism. بيعملوا جلطات. والريسك هيبقى عالي في الناس العواجيز، في الستات، ان طبيعي الجلطات اعلى في الفيميل ولا الميل؟ الفيميل عشان الاستروجين. وفي اول 3 شهور من العلاج. ده عرض جانبي ليهم كلهم. طيب اخر عرض جانبي للانتيبسيكوتكس. طبعا انا بتكلم هنا على ان انا بقالي فتره طويله جدا حصل تسمم بالانتي سايكوتيك،
بقالي فتره طويله جدا قافل الدوبامين ريسبتورز في كل اجزاء السي ان اس، فبيظهر لي مرض اسمه نيوروليبتيك، لانه بسبب النيوروليبتيك مالجنانت، لانه بيبقى خطير واعراضه خطيره، سندروم لانه بيصيب كذا وظيفه. كده حصل توكسيستي من الانتي سايكوتيك، وكده انا بقالي فتره طويله ماشي على انتي سايكوتيك قافل الدوبامين في كل حته، فظهر عليا اعراض المرض ده. برضه طالما مرض ليه علاج فهو مهم. اوكير ويز اول ايجنتس بات كومن مع الهاي بوتنسي فيرست جنريشن، لانه سببه الرئيسي قبل ايه؟ دوبامين بس بزياده بشكل مبالغ فيه. السيمبتومز عباره عن اجيتيشن، هياج، كونفيوجن، مصر ريجيديتي، فيفر، تاكي كارديا، دايفورسيس. اي مريض بياخد انتي سايكوتيك تيبيكال وبعد فتره طويله من العلاج قلت لك عنده الاعراض دي، اسالك اسم المرض ايه واسالك تعالجه بايه. نيوروليبتيك مالجنانت سندروم. دايفورسيس يعني زياده في افراز العرق. طبعا طالما المرض ده السبب الرئيسي ليها هو القفل الحاد للدوبامين بزياده، يبقى لازم اعمل ايه في وظائف الدوبامين غصب عني؟ ازود عشان انقذ حياتي. ازود وظائف الدوبامين بدواء اسمه بروموكريبتين. بروموكريبتين ده دوبامين ريسبتور اجونست. طيب في تشنجات وفي حمى، كنا بندي دواء باسط للعضلات اسمه دانترولين، بيقلل خروج الكالسيوم وبيعمل مصر ريلاكسيشن ويقلل الحرارة. يبقى انا بعالج النيوروليبتيك مالجنانت سندروم بالدانترولين والبروموكريبتين، العلاج مهم. طيب ثيرابي انيشيشن، بيقول لي most patient have symptom relief within first few days. In past زمان، ما بقتش اعمل الحركة دي دلوقتي، بس زمان acute episodes were treated with high doses من الانتي سايكوتيك، والعملية دي اسمها neuroleptization. يعني زمان في الحالات الأكيوت قد جرعة كبيرة جدا من الانتي سايكوتيك، دي كان اسمها neuroleptization، بس اكتشفنا ان الجرعة الكبيرة دي هتعمل اعراض جانبية سيئة جدا فما بقيناش نستخدمها. neuroleptization can lead to adverse effect and no more effective. ما بقتش استخدمها زي starting with full therapeutic doses، ببدأ بجرعات علاجية عادي. Dosing during the stabilization phase may be less aggressive. يعني انت لما الحالة تبقى stable ممكن تستخدم جرعات ايه؟ اقل شوية، بس ما تقللهاش قوي لان ده ممكن يزود rate of relapse، الانتكاسي. وبالتالي paragraph ما فيهوش حاجة. اللي اعرفه بس ان انا زمان كنت ببدا بجرعات عاليه جدا في الاكيوت فيزس اسمها نيوروليبتايزيشن، ما بقتش استخدمها لان ليها اعراض جانبيه عاليه. الروت اوف ادمنستريشن، في اورال وفي بارنترال على حسب الحاله. اورال از موست كومن. بارنترال دراجز ار يوزد اكيوتلي، لو الحاله ايه؟ أكيوت، المريض هيجي قدامك مش عارف يسيطر عليه. أو لو البيشنت داز نوت أدهير تو ثيرابي أور إز أجيتيتد ومش هياخد أورال. المريض مش متقبل العلاج، مش هيخدم نفسه بشكل إرادي، المريض عنده هيجان زي ما بنشوف في المستشفيات، يبقى هديله إيه؟ كتفه وإديله بارنترا. إنما لو الحالة مستقرة بمشي بعلاج أورال. اللي هتكلم عليه من التيبيكال اختارت تتكلم عن هالوبريتو، ده تيبيكال وهايبوتنت. ممكن يتاخد انترا ماسك ماشي، بس الانترا فينس بتاعه ممنوع. ليه؟ ما احنا لسه قايلين ورا الريزميا كيو تي برولونجيشن والترسات دي بوينتي. طيب النقطة المهمة، ديبوت فورم اوف هالوبريدول اند فلوفينازين، يعني احنا صنعنا من الهالوبريدول والفلوفينازين بريباريشنز طويله المفعول. ار افيلبل اند بروفايد سستيند كونسنتريشن لمده شهر للهالوبريدول، اسبوعين لثلاث اسابيع للفلوفينازين.
البريباريشنز طويله المفعول دي هتبقى مناسبه ككرونيك ثيرابي للمرضى اللي ما بياخدوش الادويه ايه اور. بس عندنا نقطه مهمه، اي انتي سايكوتيك طويل المفعول انت هتاخده حقن هو هيشتغل على طول ولا بياخد وقت؟ بياخد وقت. فلحد ما هو يشتغل بناخد الانتي سايكوتيك معاه اورال، بحيث ان الاورال يدي تاثير لحد ما الانجكشن يشتغل. ده كنا بنسميه ايه في الروماتويد ارثرايتس؟ بريدج ثيرابي. لما كنا بندي كورتيزون مع الدمارت لحد ما الدمارت تشتغل. هنا نفس الكلام، ادويه انتي سايكوتيك طويله المفعول للهالوبريدول والفلوفينازين لما هديها عقبال ما تدي تاثير بروح مدي للمريض نفس الدواء اورال يمشي عليه كده. انا بعمل انطره او بعمل كوبري اسمها بريدج ثيرابي. ترانس جوجلر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شانت. يبقى بوس ريكواير بريدجينج وز اورال ثيرابي وين تريتمنت از بيجان. هبدا العلاج بالاورال مع الانجكشن. وانا بدي اورال اورال هو مش عايز هو مش هياخد اورال اصلا هدي له اورال ازاي؟ لا في حالات كرونيك هياخد انجكشن عادي. شخص بياخد اورال بس هو على الانجكشن بقى استخدم البريدج. لو هو مش هياخد اورال خالص ومش عايز هديله ديبوت ليه ما هديله انجكشن عادي. ثيرابي ديوريشن تتقري كونتينيويشن اوف ثيرابي ديورينج ستيبل فيز از اوف كونسيرن بيكوز ريسك اوف ادفيرس افكت. يعني بيقول لي ببقى خايف لما الحاله تستقر افضل ماشي بالعلاج الاعراض الجانبيه تزيد بالذات الطرد في ديسكاينيجا اللي هي بتحصل مع الادويه القديمه. ريلابس ريت ار مور ذان 50% during the first year after discontinuing this agent thus maintaining antipsychotic at minimal effective dose continuously. يعني حتى لو بقالك فتره بتتعالج الحاله بتستقر ما ينفعش اوقف. لو وقفت ممكن يحصل لك انتكاسه. حتى لو الحاله استقرت لازم اخلي الانتي سايكوتيك بس الجرعه ايه؟ قليله. زوس وز هيستوري اوف ايبوسيدز شود بروبابلي بي سيمتوم فري فور 5 يير بيفور ذس كونتينيويشن. عشان اجي على بني ادم ووقف له الدواء لازم يقعد 5 سنين ما يظهرش عليه اعراض. ومفيش مريض سكيزوفرينيا بيوقف له الدواء في الغالب، العلاج طول العمر. لونج تيرم ثيرابي should include monitoring للمضاعفات السكر والوزن والدهون اللي هي هتحصل اكتر مع مين؟ مع الاتيبيك اللي هم السكند جنريشن. طيب السكند جنريشن اختارت منهم اربعه تتكلم عليهم. اهم واحد لازم اسالك فيه هو كلوزابين. مهم جدا 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 الكلوزابين. طب السكند جنريشن فهمنا بقى بيقول لك developed to reduce extra pyramidal symptoms. ما نعملهم ليه؟ عشان extra pyramidal. الميزه الثانيه have ability to block serotonin 2 receptor يبقى هعالج negative symptoms. اي كيس سكيزوفرينيا يتقال فيها من ضمن الاعراض ان في negative symptoms يبقى لازم تدي اتيبيك. البوزيتيف ما بيأثروش على النيجاتيف خالص. All patients should be monitored لسه قايلينها في الوزن والضغط والسكر والدهون طالما second generation. كلوزابين أول واحد اكتشفناه less potent دوبامين بلوكر سيروتونين انتاجونست قوي effective as typical improve negative symptoms not associated with extra pyramidal symptoms. مفيش اكسترا بيرامدال سيمتومز خالص خالص. طب النقطه الاهم effective for many patients who do not respond to typical في حالات الريزيستنت سكيزوفرينيا. طب انت كلوزابين جميل وملوش اكسترا بيرامدال سيمتومز وبيعالج النيجاتيف سيمتومز ليه دايما بتخليني الاخر؟ الاخر دي اللي هي الريزيستنت سكيزوفرينيا اللي هو انا جربت مع المريض تيبيكال مفيش نتيجه وجربت اتيبيكال برضه مفيش نتيجه. ليه حطيت الكلوزابين في الاخر؟
ولسه في الاخر لان احنا هنشوف ان هو قوي جدا 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 في اعراضه الجانبيه على كرات الدم البيضاء. فكره نيوروسايتوسس قوي جدا على كرات الدم البيضاء. طيب عشان كده هو افكتيف في الريزيستنت سكيزوفرينيا. علم عليها مهم. يعني ايه ريزيستنت سكيزوفرينيا؟ يعني ليك اوف ريسبونس تو تو اور مور تايمز اوف انتي سايكوتيك انكلودنج ات ليست واحد فيرست جنريشن وواحد سكند جنريشن. انا جربت معاك العلاج مرتين، واحد فيرست وواحد سكند، والمرتين ما جابوش نتيجه. الحاله دي اسمها ريزيستنت، هضطر غصب عني اروح للكلوزابين. الميزه الثانيه فيه ذا اونلي انتي سايكوتيك، هو الدراج اوف تشويس في الحته دي، يعني في كل المذكره ما فيش غيره، يعني نقطه سؤال. Only antipsychotic indicated for reducing suicidal thinking in patients with schizophrenia أو عنده schizophrenia مع depression. هي اسمها schizo affective disorder. أي مريض بينتحر بيجيله الأول أفكار انتحارية. دماغه بتقعد تاكله، بتقعد تلعب كتير، بينام ويصحى بيه. الدواء الأنتيسايكوتيك الوحيد اللي بيقدر يقلل من توارد الأفكار الانتحارية هو مين؟ كل سنه. الادفيرس افكت ليه اربعه اعراض جانبيه، بس اللي هسال فيها في الامتحان وهجيب كيس عليها هي واحد. اجرانيولوسايتوز. يعني ايه اجرانيولوسايتوزس؟ احنا عارفين بقى الابسوليوت نيوتروفيل كاونت اقل من 500، وده اشهر عرض جانبي. ممكن تعمل حركه والله تقول لك ما انتوا دارسين بتحسبوا الابسوليوت نيوتروفيل كاونت ازاي؟ فتجيب لك كيس في الاسكيزوفرينيا تديك الباند نيوتروفيلز والسيجمنتد نيوتروفيلز وكرات الدم البيضاء، تقول لك الحاله دي تنفع تاخد كلوزابين ولا ما تنفعش؟ فلازم تحسب الاي ان سي. لقيتها قليله قوي يبقى مش هتاخد، لقيتها معقوله يبقى هتاخد. يا سلام لو عملت كده ارقام واحده جزء اخر اهو. ما هو ما هي كاتبه ايه ان سي. بالمناسبه هي قالت في المحاضره بتحسبوها ازاي، خدتوها قبل كده وراحت قايله لهم سيجمنتد وباند وايت بي سي ماشي، قالتها شافوها في عمليه سابق. وبعدين هي لو سالت فيها حد يقدر يقول لها حاجه ما في منهجها؟ صح. الانسيدنس بتاع الاجرانيولوسايتوزس 9 من 10%، اعلى نسبه حدوث ليه من 4 لـ6 شهور. عشان كده المرضى اللي بياخدوا الجلوزابين لازم يبقوا تحت الريمس، واحنا عارفين الريمس. مش عارف الريمس؟ ده بروجرام قوي علينا والله، خدناه مرتين، مره في النيوتروبينيا ومره في المسكنات. ده بروجرام هو اللي بينظم للادويه الخطر الاستخدام بتاعها، تاخد منها امتى وتاخد منها جرعه قد ايه، ولو حصل كذا ادي ولو حصل ما اديش. اللي ما خدش مذاكره الاسئله بتاعت الميد ياخدها من بره. ان شاء الله حد يسالني عليها بعد كده. طيب ايه بقى النقطه المهمه اللي هتجيبها لي في الكيس لو هتسال فيها؟ ستارت السيرم في النورمال انديفيدوال طالما الاي ان سي اكتر من 1500. نفس القيمة على فكرة بتاعت العلاج الكيماوي، كنا بنبدأ العلاج الكيماوي طالما الـ ANC أكتر من 1500. يعني أنت لما تحسب الـ ANC وتلاقيه معدي 1500، أو أنا أديهولك جيفن تاخد كلوزابين. بس الكلوزابين اللي أنت هتاخده ده هو اللي هبدأ لك بيه علاج ولا ده في الريزيستنت؟ في الريزيستنت، خلي بالك. ستارت الثيرابي فور بيشنت هو هاف بيناين السينيك نيوتروبينيا اللي هي اسمها بن. يعني لو الاي ان سي اكتر من 1000 لازم في الكيستو اللي هو خد علاج معين عشان الكلوزابين ده. انما لو قالك ما خدش علاج خالص ما فيش الكلوزابين، لازم ابدا العلاج قبل كده. صح؟ فهمتني ولا عيد تاني ولا ايه؟ ايوه مش اختيار اول. يعني بس لازم اقول لك ان انا جربت معاه كذا وجربت معاه كذا، لازم. مش شرط يعني تديني النيوتروفيل كويسه فابدا. لا عمري ما ابدا بيه حتى لو انت صحتك بوم، عمري ما هبدا بيه. ده قصدي بقى. استحاله. لو هتديه الهالك نفسه مش تبدا بالكلوزابين.
يعني ايه بيناين السينيك نيوتروبينيا؟ في ناس الطبيعي بتاعه محمود الطبيعي بتاعه زي ما في ناس مننا الطبيعي بتاعه ضغطه 100/60 بس هو كويس. في ناس الطبيعي بتاعهم النيوتروفيلز اوريدي ايه قليله بس هو كويس ما عندوش حاجه. ده اسمه بيناين السينيك نيوتروبينيا. لو المريض بين يعني عنده بيناين السينيك نيوتروبينيا ببدا عادي طالما الاي ال سي معديه القلب يبقى لازم تعدي ال 1500 فينا وفي المرضى اللي الطبيعي بتاعهم النيوتروفيلز قليله تكون معديه. مونيتور اي ان سي ويكلي. المونيتورنج ده مش موجود في الكتاب هي زودته. هتابع الابسوليوت نيوتروفيل كاونت اسبوعيا في اول 6 شهور من العلاج مرتين في الاسبوع بعد 6 ل 12 شهر من العلاج شهريا بعد ايه؟ بعد سنه. يبقى انا هعمل كل شويه اعمل صوره دم واقيس الاي ام سي في الاول كل اسبوع بعد كده كل اسبوعين بعد كده كل شهر كل شهر بعد سنه من العلاج يبقى كل شهر. النقطه اللي بعد كده قالت لي خلي بالك اف دراج ديسكونتينيود مور ذان 30 دايز دونت ستارت بيفور سي بي سي اند جي ان سي اجين. انا دلوقتي اتعالجت بادويه انتي سيركوتيك ما جابتش نتيجه فانت جيت وصلت لي ايه؟ كلوزابين. قبل ما تديني الكلوزابين لازم تعمل لي ايه؟ صوره دم. لقيت الاي ان سي عندي 1600 فرحت مديني كلوزابين. لسبب ما بطلت الكلوزابين وارجع له تاني. لو انت بطلته اقل من 30 يوم بترجع له تاني على طول مفيش مشكله. طب لو انا بطلته شهرين وهرجع اخده تاني يبقى لازم يعمل تحاليل من اول وجديد ويتاكد ان الاي ان سي كويس. السايد افكت التاني براتي كارديا سنكوب اغماء كاردياك ارست عرض جانبي دوز ريليتد وبيبقى الريسك عالي في بدايه العلاج او في الجرعات السريعه. عشان كده لما ببدا بالكلوزابين بعمل تايتريشن ببدا ب 12.5 مللي جرام وانس اور توايس ديلي تايتريتد سلولي برفع بالتدريج. باقي الاعراض الجانبيه ويت جين سيديشن هايبر سلايفيشن رابيد بالس هايبوتنشن فيفر طبيعي اكون باخد كلوزابين وتلاقيني سخنت خلي بالك انا كده في الغالب جالي ايه؟ انفكشن وجدع في المناعه. سيجرز دوز ريليتد اف دراج ديسكونتينيود لمده 48 ساعه او اكتر. لو وقفناه لمده 48 ساعه او اكتر وهتيجي تديني تاني ما تديش جرعه كبيره مره واحده لازم تعمل الجرعات ايه؟ ريتايتريشن عشان الصرع تشنجات وعشان البرادي كارديا والهبوط والكاردياك ارست. ده اهم واحد من الاتيبيك. ثاني واحد ريسبريدون اسمه في الصدريه سايكودات او ريسبردات بوتنت دي تو انتاجونست سيرتونين تو انتاجونست داز نوت هاف انتي كولينرجيك اكتيفيتي. النقطه المهمه مهمة لحد 6 مللي جرام مفيش اكسترا بيراميدال سيمتومز. لما الجرعة بتاعتي هو موجود في الصدرية تركيز واحد واثنين وثلاثة لما الجرعة بتاعتي تعدي 6 مللي جرام هيبقى فيه اكسترا بيراميدال سيمتومز مهمة. الأعراض الجانبية بتاعتي سيديشن هايبوتنشن ويت جين سيكشوال ديسفانكشن هايبر برولاكتينيميا. طالما بيلمس في الدوبامين يبقى فيه هايبر برولاكتينيميا. عملنا منه بريباريشن حقنه عضل طويله المفعول بتتاخد كل اسبوعين بس عشان تدي تاثير لازم وانت بتديها تدي معاها ايه؟ اورال ريسبريدون اللي هو بنسميه بريدج سيرب. ثالث واحد من الاتيبيكال كولانزابين سيميلر تو كلوزابين هو شبيه بيه حتى باينه من الاسم بس ما بيعملش جرانيولوسايتوزيس. ما
not associated with agranulocytosis. Highest risk of diabetes مع كلوزابين. أعلى 2 بيرفع السكر. Available as a depot injection. برضو حقن طويلة المفعول اسمها ايه؟ ريلبريف. ريلبريف. أعراضها الجانبية للأسف خلت استخدامها يبقى مقنن وتحت تحت متابعة الرمس. Because of extreme sedation and delirium, it is a part of REMS program. بيسموه زايبريكسا ريل بريف بيشنت كير بروجرام. اخر واحد من الاتيبيكال زبراسيدون. المميزات بتاعته ليس ويت جين. بيزود الكيو تي انترفال. بديه بحذر مع التي سي اي والانتي اريزميك اللي بيزودوا الكيو تي انترفال. بيعمل تفاعل حساسية سيستميك خطير مهم. مهمة الحتة دي. بيعمل دراج رياكشن ويز ايزينوفيليا اند سيستميك سيمتومز اسمه دريس. دريس يعني دراج رياكشن ويز ايزينوفيليا اند سيستميك سيمتومز باختصار ليها يعني. ان بيظهر عليها تفاعلات حساسية على الجلد. فيفر. ايزينوفيليا. وبعض الكومبليكيشنز على الاعضاء مش لازم كلها تظهر حاجه منها. هيباتايتس نفرايتس نيونايتس مايكاردايتس. العرض الجانبي ده بيعمله زبرا سيدون واسمه دريس. ده تفاعل حساسيه. دريس. فيفر. ايزينوفيليا. تفاعلات على الجلد. تفاعلات على الاعضاء. هيباتايتس نفرايتس نيونايتس. افيلابل بارنترال ان اكيوت اجيتيشن. لو هاخده اورال لازم يتاخد مع الاكل ان الاكل بيحسن امتصاصه. بعد كده اداني مثالين لادويه بستخدمها كادجوفانت. يعني هي مش انتي سايكوتيك بس وجودها مع الانتي سايكوتيك في حالات معينه بيبقى مطلوب. اداني 2 بس. لاموتريجين. لاموتريجين ده اساسا دواء ايه؟ انتي ابيليبتيك. برافو. دواء صعب. ايوه عايزه ريكورد. طب خلاص ممكن حد يبعته؟ الريكورد اجيبه منين؟ ما هو انا المواصفات اتاخرت في المواصفات. ماشي الحمد لله على السلامه. فمش حد يبعته على الجروب. ما هيبعتوه على الجروب اكيد. عفوا انت هتقمت بس كده؟ ما هو انا ماشي. طب خد المذكره. خدت مذكره الاسئله بتاعت المد؟ لا. بتاعت المد؟ لا. لو ما خدتهاش خديها في اي مره. اوكي. عدد السبيل. لاموتريجين ده دواء صرع. يوسفول ان بيشنت ويز بارشال ريسبونس تو كلوزابين. يعني هو اللاموتريجين مش انتي سايكوتيك بس المريض اللي استجابته ضعيفه للكلوزابين بديله لاموتريجين. البنزودايازيبينز. البنزودايازيبينز بيعملوا ادمان ولا لا؟ بيعملوا ادمان. واي حاجه بتعمل ادمان بيبقى الريسك بتاعها قوي جدا للمريض النفسي. هو هاي ريسك اوف ابيوز. طب انت بتدي بنزودايازيبين ليه؟ ده هما مش انتي سايكوتيك. عشان حالات الاجيتيشن والانكزايتي والهياج العصبي اللي بيبقى فيه المريض. يوسفول ديورنج اكيوت فيز فور اجيتيشن اند انكزايتي. انما ملوش اي تاثير انتي سايكوتيك. اللي عايز